بدنا نفرجي الناس انه نحن ما لنا عازين. هو حرفيا لا بيسمع ولا بيحكي، ورغم هذا الشيء ابدع بهاي الرسومات. نحن عنا اعاقه ولكن الحمد لله رب العالمين اعطانا قدره كثير كبيره. كل شخص لازم يكون له رساله، لازم يكون له بصمه في حياته. حياه بالعكس مليانه اشياء ممكن نشتغلها. وجود الاطفال يعني بيدل على انه نحن لسانا ما زلنا متمسكين في ارضنا. الشيء اللي راح تشوفوه بحلقة اليوم يا جماعة عظيم بكل ما تعنيه الكلمة. نبض التمكين هي مبادرة أطلقتها مجموعة من منظمات المجتمع المدني بالشمال السوري. تهدف هاي المبادرة لجمع ذوي الهمم، الأشخاص اللي ربنا ابتلاهم بإعاقات ربما بصرية أو سمعية أو حركية، جمعوهم بمكان واحد وفرجونا إبداعاتهم. شفنا إبداعات شيء برا المنطق، برا العقل حرفيا. نسج بالقصب وبالقش، رسومات يعني بتجنن، مجسمات، شغل بالصوف، شيء عن جد بيرفع الراس، لأنه في أشخاص فعلا بكامل قدراتهم ما أنهم قادرين يعملوا الشيء اللي عم يعملوه هدول الأشخاص. أنا هلأ أول شيء بدي أعمله بدي أختبر إذا في حدا راح يعرفني ولا لا. أهلا وسهلا أستاذ هادي مهيك. أيوة ما شاء الله عنك أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك، طمنا على أمورك إن شاء الله بخير. الله يبارك فيك. شكرا لك أستاذ محمد اللي حضر. نحن عم نصور هلا طبعا ولا يهمك. نحن اللي وصل لماجستير باللغه العربيه وراح يوصل للدكتوراه ان شاء الله، رغم يعني هو من ذوي الهمم، رغم الاعاقه اللي ربنا ابتلاه فيها، عدم القدره على الرؤيه، لكن قدر انه يوصل. صحيح. قدر انه يوصل لماجستير بالادب العربي، وهلا عم نشوف مهارات ثانيه. عم نشوف في شغل بالقش وبالقصب. صحيح. شو هذا الشغل استاذ؟ هذه مهنة القش هي مهنة قديمة جدا، بس لكن عند الإقارب إنه تندثر إن شاء الله إحنا عم نحييها من جديد. هي مهنة يعني نصنع منها مزهريات، صواني، ممكن أسرة أطفال، مراجيح. قادرين تصنعوا هيك شيء حتى أشياء كبيرة؟ إيه لا لا طبعا شغلات كبيرة، بس يعني حاليا يعني هذا نموذج مصغر يعني عن قدراتنا يعني. استاذ محمد انا شايف في الفريق كامل عندهم مشكله بالرؤيه، مكفوفين يعني. الحمد لله. هلا انا عندي حاليا مشكل فريق اسمه فريق همم. انت بشكله؟ نعم. يا استاذ غيرك بقول لنا انه ما بيكون في شيء وعنده يعني ما في البلد، وبقول لك ما فيها شيء هالحياه، ماني قادر اشتغل شيء، وانا بحاجه. انا شو بدك؟ هذا كلام الانسان العاجز، الحياه بالعكس مليانه اشياء ممكن نشتغلها. هاي الألبسة وهاي الأشياء الحلوة اللي شايفينها، الإبداعات، التطريزات، هي شغل صبايا من ذوي الهمم. ربنا ابتلاهم بإعاقات مختلفة، حركية أو سمعية أو حتى بصرية، لكن قدروا أنهم يبدعوا ويفصلوا أشياء فعلاً فعلاً حلوة بترفع الراس. منظمة الإنسانية والإدماج أطلقت هذا المشروع وسموهن سفراء الإنسانية والإدماج، وفعلاً كانوا هدول السفيرات قادرات على الإبداع. السلام عليكم. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يسلمك. أنت الوحيدة اللي قادرة هلأ تحكي عن الكل. أهلا وسهلا. السلام. طبعاً سفيرة ما شاء الله، سفيرة إنسانية إن شاء الله. الله يتقبل منك. الله يسلمك يا رب. الله يحفظك. قالي أنا شايف رغم أنه ربنا ابتلانا بشيء وما عندنا قدرة على الحركة، بس أنت استغليتي الوظائف الثانية بالجسم وقدرتي أنك تفصلي أشياء بترفع الرأس. طبعا الحمد لله. يعني نحن عنا إعاقة ولكن الحمد لله رب العالمين أعطانا قدرة كتير كبيرة. ما نبرك ونعتاز الناس ونقول والله نحن باركين ما خرجنا شغلة. الحمد لله أنا بشتغل خياطة، بشتغل صوف، عندي في مجالات كتير وسيعة الحمد لله. يعني الأعمال اليدوية كلها بشكل عام، والحمد لله رب العالمين بشتغل، ما بخليني ماني معتازة حدا. يعني بطلع وفوت تهيأ لي كرسي كهرباء الحمد لله رب العالمين. هذا الشيء بيرفع الراس. اللي بيرفع الراس انه في اشخاص ما عندهم اي شيء وبقولوا ما بقى في شيء محرز بالحياه وما فيني اشتغل وما فيني، بس انت اعطيتي مثال فعلا حقيقي انه انا رغم كل شيء بشتغل وماني بعزة حدا وقادره انه اعيش وعيش اهلي معي. طبعا طبعا الحمد لله رب العالمين. يعني ما في اصعب من كلمه انت بتبرك وتبرك، تستنى مثلا حدا يعطيك صدقه او يبرك يعطيك مثلا معونه او لا انا بشتغل ليش لا، بس تهيئ لنا الفرص ويعطونا الشيء اللي خرج انه نحن ناسس فيه، خلص اسسنا ومشينا. ما لنا بالعكس نحن بنساعد الناس. على فكره انا كنت مع اهلي، انا كنت مثل ما بيقولوا مسؤوله عن عيله كامله، كنت انا قائمه في كل العيله الحمد لله رب العالمين، وما اخذ من حدا، كله ياخذ مني ما اخذ من حدا. ما شاء الله. وسه قادره تساعدي حدا
الحمد لله رب العالمين، بعمل دورات خياطة، بعلم الناس، في عندي أرامل كمان عملت لهم دورات وصاروا يشتغلوا يعتمدوا على نفسهم، يعني ماني بركة مثلا وأنا عازة وحاطة إيدي على خدي والله ما خرجي شغلة، لا هذا والله بالله ترفع الراس يا أمي ما شاء الله عنك. يعني هاي الفكرة أنا ضدها تماما ما شاء الله عنك ترفع الراس والله. صبايا هون اللي شفناهم هم ما عندهم قدرة إنه يسمعوا، أنا ماني أقدر أعمل معهم لقاءات، أنا ما عندهم قدرة لا يحكوا لا يسمعوا، كيف بتحسي شغلهم؟ كيف شو بتعبري عنهم؟ يعني قلت لك انت هلا ما نكون سفراء او ضمن مشروع واحد، انت اللي بدك تحكي عنهم، شو بتحبي تقولي باسمهم؟ والله كمان هن ما شاء الله عندهم همه وعندهم نشاط، يعني كمان ما بيحسوا حالهم، ما بيريدوا انه يضلوا مكبوتين، يعني حابين يطلعوا على الناس ينفتحوا يعني، وكلياتهم ما شاء الله كله عم ينجز يعني الحمد لله، يعني نحن 20 سفير صحي ولكن الحمد لله رب العالمين كلياتنا كل واحد عنده ميزه خاصه فيه. شيء حلو مميز يعني ما كيف من كان، يعني في حرفيه بالموضوع. ايه طبعا يعني هلا وقت الانسان بينحرم من شغله عرفت على شلون، في عنده طاقه يعبر زياده، عرفت يعني الانسان الطبيعي ممكن انه حسب قدرته يشتغل، ولكن نحن عندنا زياده، ليش نحن محرومين شيء من فرج الناس انه نحن ما لنا عازين، نحن الاراده اللي عندنا بنطلعها ليش لحتى الناس تشوف انه نحن ما يقولوا عنا نحن معاقين او نحن عاجزين او نحن ما خرجنا عمل او نكون عالي على المجتمع، نحن بالعكس يعني نحن خرجنا نقوم في مسؤوليه نشيل مسؤوليه نفتح بيوت نتوظف نشتغل نعيش اسرنا عرفت علي شلون، ولكن بمساعده الناس اللي حواليتنا بس يهيئوا لنا الفرص مثلا يهنئوا لنا المكان هذا. ما شاء الله عنكم الله يعطيك الف عافيه امي، والله يا شباب هدول الاشخاص هم اللي بحاجه انه ندعمهم نساعدهم، منتجاتهم والله بترفع الراس. انا بدي اياك تفصلي قميص يا امي، لك الله يسلم ما شاء الله عنك والله، لا تفصيلاتك يعني شيء بيرفع الراس، حتى الاشياء الاطفال البس الاطفال في شيء كثير حلو، هدول الاشخاص اللي فعلا لازم كلياتنا ندعمهم، لازم كلياتنا يا اخي انت وقت بدل ما تشوف شيء جاهز شوف هذا الفستان ما احلاه، شوف هاي الاشياء اللي مفصله بطريقه كثير لطيفه وكثير حلوه، انا بتمنى انه هدول الاشخاص يندعموا فعلا، يتم شراء منتجاتهم، يتم مساعدتهم لانهم فضلوا أنهم يشتغلوا ويتحدوا كل إعاقاتهم على أنهم يطلبوا إيدهم للناس. وبهذا المشروع العظيم أنا شايف رسومات بتاخد العقل، شوفوا الدقة بكل رسمي، شوفوا المواضيع المتنوعة بين الطبيعة والرسوم الكرتونية وصور عن فلسطين وصور عن الحال اللي عم بنعيشها. الشيء الغريب والعجيب بالموضوع أن اللي عم يرسمون أو اللي رسم كل هاي القصص هو حدا من ذوي الهمم، ربنا ابتلاه بإعاقة سمعية وبعدم قدرة على الكلام، فهو حرفيا لا بيسمع ولا بيحكي، ورغم هذا الشيء أبدع بهاي الرسومات. السلام عليكم. الله يعطيك العافية، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ تمام؟ كيف هيك عم تقدر ترسم؟ أنا شيء كتير الله يعطيك العافية يا رب. تحتاج غالبا مترجم لغة إشارة يكون معه أو من ذوي العائلة نفسها بيكون بيحكوا بلغة الإشارة. ما شاء الله، بس أنا متفاجئ إنه كيف حدا يعني من ذوي الهمم ربنا ابتلاه بكل هذا الشيء هو قادر انه يبدع يفرجينا رسومات ربما تكون في بعض منها عالمية. نعم هي رسومات كثير حلوه، هو متعود من هو صغير انه عم يرسم، هاي كلياتها هي رسوماته بالاساس. خلينا نساله بتساعدينا بالترجمه ما هيك؟ طيب اول مره بنعمل هذا النمط من اللقاءات يا شباب، بس شيء كثير حلو كثير كثير عن جد، شيء يعني شيء بيخلي في شيء جواتك ينبسط انه هدول الناس رغم انه ربنا ابتلاهم قدروا انه ينجحوا. طيب هو من هو صغير عنده هاي المشكله؟ ايه من هو صغير عنده مشكله الاعاقه السمعيه من الولاده. نعم وقت بنشوف في معاناه عن ثوره، يعني في قصص من الثوره السوريه وفي قصص من فلسطين، هو كيف قدر يوصل لهذا التصور مع انه ما بيسمع هو بس عم هو عم يشوف عن التلفزيون وعم يشوف على الواقع فعم ياخذ منه وبيرسمه. هو يعني خبري انه هو حدا متميز، حدا عن جد بيرفع. قال انت شخص كويس بترفع الراس. شيء كثير عظيم. نحن عن جد بنشكرك كثير لانه شيء بيرفع الراس والله. إلك كل التحية ما شاء الله عنه، الله يعطيكم ألف عافية رب، شكرا على المساعدة. وهدول المجسمات والتصميمات اللي فعلا بتعبر عن وجع، بتعبر عن قهر بين غزة وإدلب، هن من تصميم عمنا أبو عبده. عمنا أبو عبده تعرض لإصابة أدت لفقدان أطرافه اثنين، بتر طرفين، ركب أطراف صناعية وكمل مشروعه بهذا الشكل اللي حلو. الله يعطيك العافية وصحة وهنا على العصير أول شيء. الله يكرمك، يعطيك العافية. حياك الله يا سلام. عميد تعرضت لإصابة بالبتر بالأطراف؟ عندي بتر بالأطراف السفلية ما دون الركبة.
اثنين نعم. بس هذا الشيء مو معناه انك تصدر هذا الابداع مره بالحجر ومره بادوات ثانيه توصل الرسائل من خلالها. طبعا كل شخص لازم يكون له رساله، لازم يكون له بصمه في حياته. فانا بعد اصابتي يعني تعرضت لانه بارك تقريبا بمحل صغير بشتغل فيه بتصليح البسكليتات، ولكن انا حبيت اوصل رسالتي انا كشخص من ذوي الاعاقه الحركيه، فتطرقت لموضوع انه وصل رسالتي عن طريق مجسمات تحكي واقع، تحكي شيء عم نعاني فيه في الأرض السورية. مثلاً إذا بتعطيني هون عمي إنه فكرة في مخيمات وفي أشخاص على كرسي متحرك على عكازات، شو عم تحاول تقول بهاي؟ تماماً هيدا نحن كلياتنا شفنا في الأرض السورية المخيمات اللي عانت منها فيها مجتمعنا بشكل كامل. بنفس الوقت المعاناة الأكبر هي الأشخاص من ذوي الإعاقة، عدم وجود وصولية، عدم وجود خدمات كافية إنه تساعدوا لينتقلوا للمرحلة الأفضل، وجود يعني الحجار، وجود الطرقات غير ملائمة. في تفاصيل غير ملائمة لأنه يسكن هالمخيم هذا شخص من ذوي الإعاقة. هون في بيت متعرض للقصف، في صاروخ. تماما هذا البيت او هالمجسم، هذا مجسم بيحكي عن القصف الارض السوريه او القصف الروسي، القصف الاسدي يعني كله. ولكن نحن حطينا الاطفال، حطينا الاشلاء هي، وجود الاطفال يعني بيدل على انه نحن لسانا ما زلنا متمسكين في ارضنا، لا يمكن نترك ارضنا، هي ارض ولدنا فيها ونحن بنضل فيها ان شاء الله. ما شاء الله عنك يا عم. الله يكرمك والله، بترفع الراس والله، انت الاصل الطيب. الله يحفظك، الله يبارك فيك يا عمي، الله يعطيك الف عافيه. رب استاذ حسن، انت اللي رتبت كل هاي الفعاليه، نبض التمكين ليه؟ حقيقة نبض التمكين هي فعالية أو حدث مجتمعي بهدف التعامل مع ذوي الإعاقة وتحقيق دمجهم وتكامليتهم بمجتمع للوصول لمجتمع شامل، لمجتمع متمكن، وبالذات لفئة ذوي الإعاقة. إذا دققنا بنبض التمكين، النبض هو اللحظة الأولى اللي بتبدأ الحياة بالروح وبالجسد ليصير جسد متمكن وإنسان قادر لأنه يدخل في مجتمعه ويتمكن حقيقة للوصول لمعيشة أكبر، وبالذات لفئة ذوي الإعاقة. شفنا هون تشبيك بين أشخاص من ذوي إعاقات مختلفة، اللي عنده إعاقة بصرية شبك مع اللي عنده إعاقة بالسمع، شبكوا مع اللي عندهم إعاقة حركية. شفنا في عالم عندهم منتجات أو مشروعات، هل هذا المشروع رح يكمل بأنه يقدم يدمج هدول الناس بالمجتمع صح، يساعدهم بأنه فعلا يكونوا عون لأنفسهم ما يستعينوا بحدا؟ صراحة هاي الفعالية بدأت بشباب همهم كان حقيقة يكون في شيء مستقبلي لنبض التمكين حقيقي لذوي الإعاقة أو ذوي الأشخاص اللي مكفوفين أو ذوي الإعاقة البصرية أو ما شابه. فهيدي الورشة حققت دمج حقيقي لكل أنواع الإعاقات من خلال التواصل الفيزيائي أو من خلال الوجود بورشة بتحقق كل شمولية كاملة للتعاون بهدف بناء مجتمع شمولية بالمستقبل القريب إن شاء الله. ونأمل أن تكون هذه الفعالية بداية لانطلاق شيء أكبر بهدف تنمية قدرات ذوي الإعاقة. ما شاء الله عليكم، الله يعطيكم ألف عافية رب، مشكورين كثير، شكرا كثير.